السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجاء بن ناصر، رئيسة جمعية ابتسامة حب لتحدي الصمام، جمعية أستاذ سنة 2018. بتجربة شخصية كنت درت الابن ديالي عملية ديال زراعة القوقعة في 2016، ومن بعد فاش شفت المميزات والنجاح ديال هذه العملية ديال زراعة القوقعة قررت لما لا أن يعرفوها الناس، يعرفوا شنو هي العملية ديال زراعة القوقعة بطبيعة الحال يديروها لولادهم. تأسست الجمعية، كانت الجمعية صغيرة في سلا حي كريمة، من بعد كبرات الجمعية وكبرات الخدمات ديالها والإنجازات ديالها. حاليا عندنا فرع سلا تابريكس، فرع الرباط، فرع القنيطرة، وفرع مدينة طنجة. كذلك كبرنا من الخدمات ديالنا من ترويض النطق وترويض نفسي حركي الأطفال، زراعة القوقعة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، التوحد، صعوبات التعلم إلى آخره. درنا شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كذلك شراكة مع محمد كونتخ محمد السادس للمعاقين، شارك مع ودادية حميدية قوقعة الأذن، شارك مع جمعية الريان للأرامل والأيتام. والحمد لله أنا كنشكر كاع جميع من ساهم وبادر في باش تزيد الجمعية القدام. ماما إحسان حيروس، أم من أمهات حاملين زراعة القوقعة، كندير لها ترويض لوختوفونيس عند جمعية الابتسامة تحدي الصمم. الحمد لله البنت ديالي انها استطاعت انها تتكلم من بعد معاناة كثيرة بزاف، انها دارت العملية في 2018، الحمد لله بانت نتيجة الحمد لله الساعة، ولكن خصها الترويض، باقي خصها الترويض بزاف، ولكن الحالة المادية ما استطعتناش اننا كنديروا لها غير جوج حصص في السيمانة، ولكن الدكتور قال لك خصها الحصص بزاف انها تقدر دغيا. والحمد لله من لقينا ان الرئيسة رجاء بن ناصر انها استطاعت تقبل هاد الوليدات ديال حاملي القوقعه، وانها لقينا ثمن شويه مناسب. الحمد لله انه شي بلايص اخرى لقينا الثمن طالع، وان الوليدات ديالنا غادي يضيعوا لما داروش الترويض. ولحد الان واخا كنطالبوا ان المدارس كنقروهم مدارس الحكومه ما استقبلوش لنا الابناء زراعه القوقعه، كنحاولوا اننا نقروهم في البريفي واخا الثمن طالع شويه، ولكن واخا ما بيناش شي نتيجه مزيانه، ولكن الحمد لله اللهم كاين منذ التحسن، كاين تحسن شويه، واني ماشي شي تحسن، ولكن الحمد لله مع انهم كيهضروا وكيتكلموا كيعرفوا الاسم ديالهم كيعرفوا كل شيء الحمد لله. وتنطالبوا من المحسنين انهم يديروا لنا غير شي مدرسه مختصه بهاد الوليدات، لان هاد الوليدات ضايعين بزاف، واخا مدارس بريفي ما كيعرفوش ليهم المشاكل ديالهم انهم ماشي بحال الوليدات العاديين. فاطمه الزهراء للقاضي، انا ام من الاطفال اللي في الجمعيه، ام ياسر الشاعر. ماشي بزاف التحقت بالجمعيه، يعني عام مؤخرا الجمعيه عرفتها عن طريق الامهات. التحقت بالجمعيه، ولدي عنده اضطراب، عنده فرط حركه وقله انتباه، وبفضل الجمعيه الصراحه ماشي مده طويله باش التحقنا بها، هي مده عرق قليله، وفي هذه المده شفنا استفاده، يعني كان استفاده بحال مثلا من نتائج ديال فرط حركه وقله انتباه هو الديسلكسي، يعني التعلم تيكون عندهم مشكل في التعلم القراءه والكتابه. من المميزات ديال الجمعيه ومن الاطر ديالها والناس اللي كيخدموا فيها، لانهم كيواكبوا مع الوليدات، تيخدموا معاهم، كيحرصوا على عدم الغياب. مهم، شفنا واحد الاستفاده، ولا الوليد كيجمع الحروف، ولا تقدر يقرا، تقدر يفهم. هو الفهم تيكون بالنسبه لهاد الاطفال تيكون عندهم فهم ادراك جيد، ولكن على مستوى القراءه تيكون مشكل. يعني في الجمعيه ساعدتنا بزاف في هاد الجانب ديال التعلم. نقول لهم شكرا ومزيد من العطاء ان شاء الله يا رب. عمر النسائي، بسيكوموتريسيان اخصائي ترويض النفسي الحركي في جمعيه ابتسامه. دونك اليوم بالنسبه اليوم هو يوم ديال الاحتفال باليوم العالمي ديال الزراعي القوقعة، وما هو الا نهار اللي كنشكروا فيه المجهودات اللي كنقوموا بها حنايا في الجمعيه، الوالدين في المنازل ديالهم. دونك بالنسبه للادوار ديالنا في الجمعيه، فاحنا كاينين اخصائيين ديال النطق، اخصائيين ديال الترويض النفسي الحركي، ونادكاتريس سبيسيال ديال التربيه الخاصه. حنا فريق متكامل اللي كنحاولوا اننا نقدموا كل ما عندنا باش نسمعوا بالاطفال اللي كيجيو لعندنا، ويكون عندهم ان شاء الله مستقبل، ونحاولوا اننا ندير لهم انكلوزيون سوسيال بروفيسيونيل في المجتمع.
كيف ما كنعرفوا جميع فالصمام او لا قله السمع اللي كتؤدي بنا لاننا نكون في حاجه لزراعه القوقعه كتؤدي بنا كذلك بزاف ديال تخوف بزاف ديال الامراض اللي كنحتاجوا فيها تدخلات من عند اخصائيين. فهذا ما كيكون الا مجهودات من عندنا وكملوا على الله ان شاء الله. الادوار ديالنا كيف ما قلت لك مع قله السمع وزراعه القوقعه فكيكون عندنا الدري من قبل كيكون ما كيسمعش فاش كيبدا يسمع كيوليو عنده اضطرابات كيبانو اضطرابات على سبيل المثال غادي ناخذ الفرط في الحركه ولا غادي ناخذ مثلا التشتت ديال الانتباه حيت كيبدا يكتشف بزاف ديال الاصوات جداد غير مثلا التقرقيب ديال شي حاجه اللي جديده ولا صوت ديال شي اغنيه اللي كيسمعها ولا التلفازه ولا حتى شي حوايج اللي جدادين عليه فكيديو بينا الاضطرابات. حنا كندخلوا باش نحاولوا اننا ناقلموه مع هاد الاضطرابات ونقصوا من الحده ديالهم وهذا الشيء كيكون بخدمه من عندنا حنايا وبتعاون من الوالدين في الدار. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.